هذا البرنامج برعاية QNB الدعم الرسمي لكأس العالم فيفا 2022 في الشرق الأوسط وإفريقيا. أسعدتم أوقاتا بكل خير أعزائي المشاهدين. التضخم في قطر أو أسعار المستهلكين ترتفع بشكل قياسي، تسجل 6.1% الشهر الماضي، وهي مستويات تعود لما قبل العام 2014، أي ما قبل الهبوط أسعار النفط في ذلك العام بدعم من ارتفاع أسعار مجموعات رئيسية. أما موجودات البنوك العاملة في قطر فهي تسجل 1.8 تريليون قطري بنهاية العام 2021 بدعم أساسي من ارتفاع الائتمان المحلي. أما القاعدة النقدية أو ما يعرف بالنقود الاحتياطية فهي ترتفع الشهر الماضي على أساس شهري ب 1.5% تقريبا إلى 108 مليارات ريال قطري بدعم من ارتفاع النقد المصدر. أما مؤشر الانتاج الصناعي يستقر الشهر الماضي عند مستويات ما قبله عند 102 نقطة بدعم من قطاع التعدين وكذلك أيضا قطاع الصناعات التحويلية. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، قطر وعبر صندوقها السيادي تستثمر في المفاعلات النووية الصغيرة في بريطانيا بالشراكة مع رولز رويس، وكذلك أيضا تخفض استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل على أساس سنوي بنسبة 18% إلى ما يقرب من 6.220 مليار دولار أمريكي. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، قطر للطاقة أيضا تبحث أو تذهب باتجاه الشواطئ البرازيلي الاستكشاف عن النفط والغاز بحصة قدرها 21% في حوضين نفطيين. كما ذكرنا وأسفنا، مصرف قطر المركزي يعتمد رسميا الخروج الآمن من جرعات الدعم التي قدمها للقطاع الخاص والقطاع المصرفي لاحتواء جائحة كورونا. وشهية قطر تجاه كرة القدم لا تنقطع، فبعد أن أنهت نسخة مبهرة من استضافة كأس العرب تقدم ملفها لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم في العام 2027. كانت هذه أبرز العناوين، أهلا ومرحبا بكم. وافق صندوق الثروة السيادي القطري على استثمار 112.300 مليار دولار في شركة رولز رويس في مشروع مدعوم من الحكومة لتطوير مفاعلات نووية صغيرة في بريطانيا وفقا لصحيفة ذا تايمز. وسيحصل جهاز قطر للاستثمار على 10% من الأسهم في شركة رولز رويس سمول مودل رياكتر، والتي تم إنشاؤها لتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون. انخفضت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 17.14% على أساس سنوي وصولا إلى 6.220 مليار ريال وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. وتمثل سندات الخزانة الأمريكية 21% من إجمالي استثمارات قطر في سندات الخزانة الأجنبية والبالغة نحو 29 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021. ارتفعت قيمة القاعدة النقدية في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 1.14% على أساس شهري إلى 108 مليار ريال، ودعم نمو النقود الاحتياطية الشهر المنصرم زيادة النقد المصدر بنسبة 3% على أساس شهري إلى 24.5 مليار ريال، إضافة إلى نمو فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 13.18% لتصل إلى 11.5 مليار ريال. استقر مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر عند 100 نقطتين خلال أكتوبر الماضي دون أي تغيير عن مستواه المسجل في الشهر السابق له. وسجل قطاع التعدين انخفاضا طفيفا في أكتوبر هذا العام بنحو 20% بضغط من الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما سجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 21% نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة.
اشترت شركة توتال الفرنسية ورويال داتشيل وبيتروناس الماليزية وقطر للطاقة حقلين بحريين كبيرين في البرازيل مع شركة بيتروبريس المملوكة للدولة، ودفعت ما يقرب من ملياري دولار لحكومتها التي تعاني شحا في السيولة. وتمتلك قطر للطاقة ما نسبته 21% في حقل سيبيا، بينما تمتلك توتال 28%. ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 77.5% على أساس سنوي إلى 836 مليون دولار، وذلك بدعم من ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان بنسبة 77% إلى نحو 953 مليون دولار. عين مجلس إدارة بورصة قطر قراراً بتعيين تميم حمد الكواري رئيساً تنفيذياً لبورصة قطر خلفاً لراشد المنصوري الذي سيستمر في عضوية مجلس إدارة بورصة قطر في دورته الحالية. موجودات أصول البنوك العاملة في قطر تسجل بنهاية العام الحالي تقريبا 1.8 تريليون ريال قطري، مدعومة بشكل أساسي من ارتفاع حجم الائتمان إلى ما يزيد عن 1.2 تريليون، ارتفاع على مستوى أيضا الودائع خاصة ودائع غير المقيمين التي دعمت إجمالي الودائع في البنوك العاملة في قطر إلى أكثر من 285 مليار ريال قطري، مدعومة بشكل أساسي من زيارة الأسعار الفوائد على الإيداع في الدولة. كذلك أيضا كان هناك نمو على مستوى السيولة المحلية وارتفاع قياسي على مستوى الاحتياطيات الأجنبية للدولة تجاوزت 209 مليارات ريال قطري. بالتزامن مع خطوة الفيدرالي الأمريكي، مصرف قطر المركزي يعلن رسميا الشروع بالخروج التدريجي أو ما سماه بتنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن بحسب توصيفه لحزم الدعم الاستثنائي التي كان قد قدمها في ظل جائحة كورونا. طبعا حزم واسعة بما فيها لتقليل الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا على القطاع المصرفي وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة. هو يرى بأن الأمور بدأت تستتب نوعا ما، يعود القطاع الأعمال إلى وضعه الطبيعي، فبالتالي بدأ بالخروج التدريجي بحسب وصفه من تلك الإجراءات وعودة الأمور إلى نصابها. لن أطيل عليكم، تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذه الخطة نستعرضها في سياق التقرير التالي. في خطوة مفاجئة ومع تصاعد المخاوف من متحور أوميكرون، مصرف قطر المركزي يعلن رسميا عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة للتخفيف من الآثار السلبية لكوفيد-19. الخروج سيكون متدرجا ومدروسا وفق المركزي، وسيراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في الدولة،
ويستند إلى المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية واستمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا كوفيد 19 وفق البيان، فضلا عن استقرار النظام المالي والمصرفي وارتفاع حجم السيولة المحلية ومعدلات الائتمان المحلي. هذا واتخذ مصرف قطر المركزي في مارس أذار من عام 2020 حزمة من القرارات التي من شأنها تخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة على القطاع المالي والمصرفي، وأبرزها تخفيض أسعار الفائدة إلى 2.5% لسعر الإقراض والإيداع وسعر إعادة الشراء إلى 1%، وتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بنحو 3 مليارات ريال، إضافة إلى إطلاق برنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد لدعم شركات القطاع الخاص المتضررة لتمكينها من الحصول على التمويل اللازم والسريع لدفع رواتب الموظفين ودفع الإيجارات إن وجدت. كما تم تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عن تلك القروض الخاصة بالقطاعات المتضررة، وتخصيص نافذة إعادة شراء بمبلغ وقدره 50 مليار ريال لتكون بعائد 0% لأغراض توفير السيولة بتكلفة صفرية، وإلغاء كافة العمولات والرسوم على استخدام أنظمة الدفع بين محال الصرافة والبنوك العاملة في الدولة. مؤشر أسعار المستهلكين في قطر يسجل ارتفاعا قياسيا في شهر نوفمبر الماضي 6.1% في أكبر ارتفاع على أساس سنوي، بدعم أساسي من ارتفاع 10 مجموعات على رأسها مجموعة الثقافة والترفيه والنقل والغذاء والملبوسات التي تشكل الثقل الأساسي في ذلك المؤشر. اللافت، على الرغم من الارتفاع القياسي، كنا نتابع بأنه مجموعة السكر والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود ما تزال تسجل تراجعا بأكثر من 4%، إضافة إلى يعني مجموعة الصحة. اللافت أنه التراجع الكبير في قطاع السكن تقريبا 4%، وذلك للشهر 36 على التوالي. رغم ذلك نرى بأن التضخم مسجل أكثر من 6%، وهي مستويات تعود بها إلى العام 2014. نتابع التفاصيل في هذا العرض. بقونا معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من عين على قطر، فاصل إعلاني قصير ونعود لمتابعة ما تبقى منها، لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية QNB، الدعم الرسمي لكأس العالم فيفا 2022 في الشرق الأوسط وإفريقيا.
هذا البرنامج برعاية QNB الدعم الرسمي لكأس العالم فيفا 2022 في الشرق الأوسط وإفريقيا. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. منذ أن انطلق قطار الإصلاح الاقتصادي في قطر بعد العام 2014 بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز موارد الدولة من القطاع غير النفطي، بدأ هناك انفتاح كبير على الرساميل الأجنبية، تذليل كثير من الصعوبات المتعلقة بجذب رأس المال الأجنبي، تحديث وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة لاستقطاب رأس المال الأجنبي، فبالتالي هذا أتى كله بعد أعوام. الآن المستثمر الأجنبي يستطيع الاستثمار في قطاعات شتى بنسبة تصل إلى 100%، التملك العقاري، إضافة إلى إمكانية إدخال وأخراج الأرباح والعوائد من الاستثمار، وهذا أدى إلى ارتفاع كبير في حجم الاستثمار الأجنبي في قطر، يتجاوز حاليا قيمته 35 مليار دولار أمريكي في قطاعات شتى. منذ أن أطلقت قطر مشروع الإصلاح الاقتصادي في العام 2014 في إطار الرؤية الوطنية للعام 2030 القائمة على تنويع مصادر الدخل من غير القطاع النفطي، شرعت الدوحة بتطوير وتحديث القوانين بما ينسجم مع ذلك التوجه بفتح الباب أمام رأس المال الأجنبي في غالبية القطاعات الإنتاجية والسماح بتملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في رأس المال وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر ما يعرف بالنافذة الواحدة التي قفزت بحجم الاستثمار الأجنبي لأكثر من 35 مليار دولار وفق المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. نحن نعتقد أن هناك فرص كبيرة جدا بالسوق القطري، وهناك فرص واعدة أيضا ما بعد كأس العالم أيضا على كافة جميع الصناعات والقطاعات داخل قطر. نحن في PwC عندنا طبعا تركيز كبير جدا على السوق القطري وملتزمون على الأجندة الوطنية المتعلقة في الاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة وكافة الاقتصاديات، وبالتالي حرصنا على أن نستثمر أكثر في قطر ونتوسع أيضا من ناحية الكفاءات والمؤهلات وأيضا من ناحية القدرة على خدمة كافة القطاعات وفق الممارسات العالمية والدولية أيضا. العام 2021 شهد تحولا كبيرا في الانفتاح على العالم، حيث فتحت الدوحة الباب أمام رأس المال غير القطري للتملك بنسبة تصل إلى 100% في جميع الشركات المساهمة العامة بما فيها تلك ذات الصبغة السيادية في سابقة تعد الأولى خليجيا، وهو ما ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية إلى بورصة قطر بصافي شراء قدره 6 مليارات و100 مليون ريال في العام 2021، وهو العام الذي يسبق استضافة مونديال الكرة الذي كان له كبير الأثر في فتح العيون استثماريا على البلد الأول المصدر للطاقة النظيفة في العالم. أي دولة تستضيف كأس العالم تكون محط أنظار الجميع، منها دول، منها الأشخاص اللي يتابعون كرة القدم، فبطبيعة الحال يعني الهدف الأسمى من بطولة كأس العالم أن هي تكون منصة لانطلاق حقبة جديدة في الاقتصاد القطري، التركيز على السياحة، التركيز على تعريف الناس والمؤسسات بقطر لاستقطاب رؤوس الأموال. هذه كلها راح تكون إن شاء الله إيجابيات كأس العالم على الاقتصاد القطري. التملك والانتفاع العقاري لغير القطريين في 16 منطقة في الدوحة مثلت نقلة نوعية في عمل القطاع العقاري الذي كان يعاني من تخمة المعروض، ما ساعد ويساعد على توطين الاستثمار الأجنبي الذي يتمتع اليوم بحرية التحويلات من وإلى الخارج ونقل الملكية أو التخلي لشريك والحصول على الإقامة الدائمة التي تمنح صاحبها مروحة واسعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي يتمتع بها المواطن القطري. أخذت التكنولوجيا والرقمنة وأمن المعلومات يعني تفرض نفسها بقوة على قطاع المال والأعمال والشركات بشكل عام، وزاد الاستثمار في هذا القطاع بشكل كبير.
خاصة فيما يتعلق بأمن المعلومات بشكل رئيسي. كنا قد التقينا بالسيد فراس سلمان وهو الشريك والمدير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمنة في BWC، تحدث عن توجه الشركات القطرية في هذا المجال، مستهدفات الاستثمار في هذا المجال، سياسات الشركات في قطاع تعزيز مبادئ الرقمنة وأمن المعلومات. نتابع وياكم هذا اللقاء. اختصاصات نطاق المعلومات كتير نطاق أساسي للحكومة القطرية، ولا قطر يعني كناشنال فيجن كرؤية مجتمعية في تداخل كتير مهم للتحول الرقمي في جميع جهات الحكومية. يعني شغلنا عملنا مع الوكالات والأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية وحتى الشركات الكبيرة، هلأ صار بيتطبق عليه يعني تقريبا 60% أو 70% من التحول الرقمي، وخاصة في مجال تحليل البيانات واستخراج البيانات واستعمالها كطاقات جديدة أو كوسائل جديدة لتقديم خدمات أفضل في الحكومة أو خدمات أفضل للمواطن. وكمان أمن المعلومات هو جهة كتير أساسية، ونحن اختصاصنا في المجال يعني صرنا داخلين في عدة جهات حكومية حتى هلأ، تركيز هام جدا على أمن المعلومات وأمن المواقع الموجودة، أمن الأجهزة مثل الموبايل أبليكيشنز وغيرها، والأمن الكامل لخصوصية المعلومات للمواطن. وجهة ثالثة هي تطوير يعني طرق جديدة لاستخدام التكنولوجيا في الحكومة وفي الجهات يعني في الجهات غير يعني الخاصة. كمان صار في اتجاه جديد بتطبيقات جديدة وأنواع جديدة من التكنولوجيا لتستخدم مثل Augmented Reality والVirtual Reality والموبايل أبليكيشنز وحتى أشياء يعني تطورات أجدد بكثير في نطاق مثلا Research والDevelopment اللي بتشتغله حكومة قطر والمؤسسات أجمع هون بهالمجال. شهيت قطر تجاه استضافة الفعاليات والمناسبات والألعاب الرياضية لا تنقطع مطلقا، فبعد نجاح مبهر حقيقة وهذه الأمانة والصحفية في استضافتها لبطولة كأس العرب لكرة القدم، نسخة مبهرة في الحقيقة، تزيد شهيتها باستضافة نسخة ثالثة المرة الثالثة على التوالي لكأس آسيا لكرة القدم في العام 2027 على هامش البطولة التي أقيمت في قطر هذا الأسبوع. كان هناك مؤتمر صحفي يعرض لرؤية قطر والركائز التي سوف تعتمد عليها في تقديم ملفها لاستضافة هذه البطولة في العام 2027. طبعا قطر استضافت بطولة مرتين تتطلع إلى مشاركة ثالثة مستفيدة من الملاعب وقدرتها على التنظيم وشغف أبناء المنطقة بهذه الرياضة. ومع ملف استضافة قطر لكأس آسيا لكرة القدم في العام 2027 تكون حلقتنا قد وصلت إلى منتهاها. في الأسبوع المقبل نلتقي، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية
QNB الدعم الرسمي لكأس العالم فيفا 2022 في الشرق الأوسط وإفريقيا.